شكرا معلقنا الكابتن اشرف سماره، الف مليون مبروك. النادي الاهلي بطل العرب، بطل العرب لكره السله موسم 2021 لاول مره في التاريخ، الف مليون مبروك. عملوها الرجاله الحقيقه، مباراه كانت يعني قويه في البدايه، يمكن النادي الاهلي حسمها في الاخر. كابتن سيد صابر، اجري حضرتك في البدايه، الف مليون مبروك. الحمد لله رب العالمين، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، مبارك للكابتن محمود الخطيب والكابتن عمري. وانا عايز هنا بس، معلش هو مش نفاق ولا حاجه، عايز اشيد بدور واحد مهضوم حقه، الكابتن رؤوف عبد القادر. انا في المطبخ وعارف الراجل ده بيعمل ايه علشان يعيد بناء الفرقه ديت، وعارف المفاوضات اللي عملها مع اوجستي ومع اللاعبين، وازاي كان تعبان جدا، وهو يعني الفضل في المستوى اللي وصل دوت بعد اوجستي، طبعا بعد ربنا طبعا اوجستي، للكابتن رؤوف، لان حتى الموضوع ده في دماغه انه يوقف الباسكت على رجله. ده في البدايه كده، عايزين ندي كل حق واحد حقه. يعني انا شايف ان زي ما اتكلمنا بين الشوطين، ان احنا لو دافعنا كويس هنفرق كتير قوي. فعلا في كوارتر الثالث دافعنا كويس جدا جدا على الاثنين الاجانب، الراجل نمره 14 جيمس دوت غالبا ما حدش سكور خالص، المحترف الثاني يحاول، الدفاع الجيد دوت ادى ان احنا جرينا كتير قوي فاست بريك وحطينا باسكت سهله. مايكل تومسون عبر عن نفسه في الكوارتر الثالث، حط 15 بونت في الكوارتر الثالث بس. اعتقد ان الجيم خلص وخدناه في ايدينا من الكوارتر الثالث، وبعد كده حافظنا على المكسب دوت في الكوارتر الرابع. عملنا دفاع جيد جدا، عملنا هجوم جيد جدا، تحكمنا في الريتم بتاع اللعب، احنا اللي بقينا نتحكم في الريتم، نسرع امتى ونبطئ امتى. وعايز اشيد باوجستي والروتيشن اللي عامله، زي ما قلنا وفر الناس في الشوط الاولاني، الكوارتر الاولاني الثاني لعب فور باور في الكوارتر الثالث، مايكل تومسون في كوادي واب امين وسيف وعمر طارق وعمرو زهران، الفول باور بتاعك دوت هو اللي عمل الفريق بتاعنا بتاع صحيح. يا كابتن سيد، يمكن كابتن سلعاوي الف مليون مبروك. كابتن سيد يمكن لخص الموضوع الفني بشكل كبير، نسمع كمان رايك. الحمد لله طبعا على المكسب النهارده، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته المتواجد في الملعب، ونتمنى ان تكون دي بدايه الانتصارات ان شاء الله. واحب اقول برضو ان احنا في دفعنا قوي جدا في الشوط الثالث بالذات، والراجل المدرب ركز في الكوارتر يعني في الشوط الثالث، وعايز اقول ان كل الفريق كان نجوم بصراحه، مش عايزين نميز حد عن حد، لان كلهم يستحقوا، كلهم تعبوا في البطوله في خلال المباريات، وكان اللي كانش نجم النهارده كان نجم امبارح. وعايز اقول كمان ان بدايه قويه لسله الاهلي ان شاء الله، في بالنسبه لبدايه الموسم بطولتين في اول الموسم، بطوله القاهره وبطوله ابطال العرب، ودي حاجه اول مره اعتقد تخش كاس يخش النادي الاهلي، فطبعا دي بتبقى ليها مذاق خاص. عايز اقول برضو احنا بنشكر برضو طبعا اتحاد اسكندري على انه نظم البطوله دي، وغاد في الاخر هديه لينا جميلة، وحاجة تسعد النادي الأهلي وجماهيره. أكيد أكيد. كابتن شريف علي، ألف مليون مبروك، الفوز وش يعني وشنا حلو يعني، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وشنا حلو عليكم في الاستوديو النهارده، والحمد لله يعني ببارك لجماهير النادي الاهلي، والفرحه اللي يعني كلنا فرحنا بجيم النهارده، ببارك لاعضاء مجلس اداره. جيم كان مهم جدا جدا، لقب عربي اول مره نحققه، احنا على فكره احنا وصلنا قبل كده ثلاثه فاينل، لكن للاسف ما كانش فيه نصيب ان احنا ناخد بطوله من البطولات الثلاثه اللي فاتوا. فاينل زي النهارده مهم جدا جدا. انا عايز اقول لك كابتن هيثم ان انا من بداية الشوط الثالث اول ما شفت وشوش لعيبة الكويت عرفت ان احنا هناخد الجيم. فرقة كويسة ومعاهم محترفين كويسين، لكن نقدر نقول ان مش فرقة بطولة، فرقة النادي الاهلي فرقة بطولة وقدرت تحافظ على المكسب، وكان في يعني شغل حلو قوي قوي من المدرب كلنا شفناه النهارده. انا عايز اقول لك الروتيشن شايفين طبعا، معلش يا كابتن شريف قطعت مع حضرتك، شايفين طبعا الاستاذ الجرجاوي رئيس الاتحاد العربي، وطبعا كرة السلة، وكابتن محمود الخطيب طبعا موجود في تسليم الجوائز وكان بيأزر الفرقه وموجود في المدرجات اثناء المباراه، وكابتن محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. الحقيقه منظر جميل، وكابتن محمود الخطيب اكيد مليون الميه بدون ما نفكر كان دافع جدا للعيبه. كابتن شريف، انا لما كنت ببقى قاعد طبعا وعلى شمالهم الدكتور مجدي ابو فريخه نائب رئيس الاتحاد العربي وكوكبه من طبعا الاشقاء العرب المتواجدين من الاتحاد العربي على ارض مصر، يمكن وجود كابتن محمود الخطيب النهارده كابتن شريف كان مهم جدا ودافع قوي للاعبين، خاصه لما تلاقي رئيس نادي الاهلي بحجمه الكبير ده في المدرجات او في المقصوره، اكيد بيبقى ليه انطباع تاني خالص. طبعا يعني حضور كابتن محمود الخطيب وكابتن عمري النهارده يعني حاجه معنويه عاليه جدا جدا، تدي دافع كبير للعيبه ان هي تحقق وتحافظ على المكسب اللي كان موجود طول الجيم. الحمد لله على الفوز، و
نشكر اوجستي ان هو عمل حاجه حلوه قوي يا كابتن هيثم في الروتيشن اللي عمله على المحترفين. دايما احنا من اول التحليل احنا بنقول لو وقفنا الاثنين المحترفين الجيم هيبقى ايزي. عمل النهارده عمرو زهران، ابو النصر، ايهاب امين على المحترف تومسون. النهارده السكور بتاعه اقل من اي سكور تاني في الجيمات اللي فاتت. الروتيشن ده جه في الاخر مش قادر يلعب، كل كوره بياخدها بتقع من ايده، اللعيب ما مش قادر. نجحنا في ان احنا نمسك الاثنين المحترفين، نجحنا في الروتيشن، تعبهم كمان جدا، تعبهم. واحنا الحمد لله اللعيبه كمان لما هو عمل حاجه حلوه قوي، هو سحب الاثنين المحترفين في وقت بحيث ان هو يفنش، وده فعلا اللي حصل بدليل ان السكور بتاعك من 4-5 بونت ابتدى يطلع 14 و16. الحمد لله رب العالمين. كابتن شريف العميد عبد الله شلبي مدير تنفيذي الاتحاد العربي حاجه جميله يعني الفرحه دي تسعدنا. كابتن طاهر اجل حضرتك الف يوم مبروك. الله يبارك يعني فيه. مكسب حلو ومنظر مشرف وجود كابتن محمود الخطيب طبعا فيه. بطوله غاليه جدا، و احنا بنبارك طبعا لاعضاء مجلس الاداره على راسهم الكابتن محمود الخطيب ونائب الرئيس كابتن عمري، وكذلك نبارك برضك لكابتن رؤوف مدير النشاط الرياضي، ونبارك يعني المدرب والجهاز الفني، واللعيبه كانوا كلهم او رجالة يعني صراحة. تقريبا رجاله صراحه. وطبعا مان اوف ذا جيم هو مايكل تومسون اللي هو جاب 20 بونت في وقت حاسم. صحيح. وهو بعدين مايكل تومسون ده يعني ايه بيتحسب ان هو قدراته كلاعب في الاوقات الحاسمه، زي في ماتش بيروت كنا دروم ماتش وفضلت 6 ثواني او 7. طب استاذنك كابتن طاهر، انا اسف اقطع حضرتك، هنكمل كلامنا بس خلينا نروح لارض الملعب ونتابع مراسم تسليم الجوائز، فالى هناك. برافو للاتحاد السكندري، برافو لمصر على هذه الاستضافة الراقية. مصر دائما عودتنا على الاستضافات الراقية، جمهورية مصر العربية سباقة دائما باستضافة كبرى الأحداث الرياضية أينما كانت وعلى شتى أنواعها وشو ما كانت وعلى مختلف الأصعدة. مصر من استضافة أول بطولة للأندية العربية حدث ذلك عام 1989. شوفوا هاللقطة دي رائعة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة دكتور مجد أبو فريخة، أيضا رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، أعضاء الاتحاد العربي لكرة السلة سعادة اللواء إسماعيل القرقاوي، أيضا رئيس الاتحاد العربي، أيضا رئيس نادي الاتحاد السكندري، بقول له برافو على الاستضافة الرائعة جدا. بين حسب الاسكندريه ان شاء الله ليلى ما يكون هاي دافع للنادي الاهلي يستضيف البطوله المقبله، هاي الرساله الموجهه للنادي الاهلي ايضا يكون استضافه. بعض الجوائز اللي بيكون تكريم ايضا اسماعيل احمد امامنا، اسماعيل احمد واحد من اهم اللاعبين بطوله، بل اهم لاعب مر بتاريخ هذه البطوله العربيه. شوف الان بيسلم على رئيس نادي، اهم لاعب مر بتاريخ بطوله الانديه العربيه امامنا مشاهدينا الكرام. سمعه 10 ألقاب عربية، حب ياخذ هالصورة التذكارية الرائعة، شو بده أحلى من هيك صورة؟ الروعة. الأساطير في صورة. الأساطير في صورة، مش معقولة هالصورة شو حلوة. رح يكون تكريمات للاعبين الأفضل بالبطولة، لكن منذ بداية المباراة قلت الماجيك إيهاب أمين رح يكون أفضل لاعب في بطولة الأندية العربية، يبدو هذا محمد طه ميدو. ايضا بياخذ جائزه. هذا محمد طه ميدو، اللاعبين اللي كانوا سبب في رجعه فريقه امام النادي الاهلي في النصف النهائي. كل هذه الجوائز الفرديه، لكن لما بيطلع ايهاب امين الماجيك ليكون افضل لاعب في بطوله الانديه العربيه ذكروني، لانه من يستحق ان يكون افضل لاعب في بطوله الانديه العربيه؟ اكيد ايهاب امين. ايضا تتويج لاعب فريق الزهراء التونسي. الزهراء التونسي بيحتل المركز الثالث مشاهدينا الكرام. شوف افضل لاعب بالبطوله، مش قلت لكم الماجيك ايهاب امين افضل لاعب في بطوله الانديه العربيه. اعتقد لسه ما وصلنا لجائزه افضل لاعب في بطوله الانديه العربيه، ربما راح ياخذ اكثر من جائزه. هذا هو ايهاب امين.
اللي ما عنده إيهاب أمين بينزعل عليه. كل فريق بالباسكت بول بيكون بحب يكون عنده إيهاب أمين، هذا الماجيك، لعيب هائل، حريف باسكت أنت إيهاب أمين. شوف الآن الكل بيحب هالنجم، هالنجم الخلوق جدا. إذا كلها تكريمات للاعبين الأفضل في البطولة، لاعبين نادي الزهراء التونسي، لاعبين نادي الاتحاد السكندري، لاعبي النادي الأهلي. هنا علي الهدهود أيضا من اللاعبين الممتازين، مش قلت لكم داخل المباراة أيضا علي الهدهود من اللاعبين المهمين جدا واللي أظهروا مستويات ممتازة. علي الهدهود بيبو يبدو بكل مركز عم بيكون التكريم على مستوى لاعبين الارتكاز، على مستوى لاعبين الأجنحة. أحمد أبو العلا بيبو أيضا، بنال حلو هالخطوة من الاتحاد العربي لكرة السلة، تكريم اللاعبين في كل المراكز. الاتحاد العربي واللجنة المنظمة هالروح اللي بتكون داخل أرض الملعب بهالأوقات. خالد ألكسندر أو ألكسندر خالد بينال جائز، برافو خالد على هالأداء اللي قدمته، أداء طيب جدا. زياد الشنوفي يبدو هداف البطولة العربية، لاعب منتخب تونس، الاسم الكبير زياد الشنوفي، لاعب دولي تونسي. خلينا نشوف زياد الشنوفي هل فعلا تم اختياره يكون هداف البطولة العربية؟ إذا يبدو ذلك. زياد شنوفي هي مشيته من بعيد، حتى لو المخرج بعد راح أعرفه لزياد شنوفي. برافو زياد، بيبقى لاعب هائل، لاعب الدولي التونسي زياد شنوفي. إذا إيهاب أمين أفضل لاعب في البطولة العربية مشاهدينا الكرام للمنتخبات 2021، كما ذكرت لكم تماما قبل ساعة وربع من الآن، قلت لكم هذا اللاعب راح يكون أفضل لاعب في بطولة الأندية العربية، وبيجمع جائزتين، اللاعب الأفضل وأيضا واحد من أفضل لاعبي الأجنحة ومركزه في هالبطولة. روعة الماجيك إيهاب أمين، شو بدك أحلى من هيك صورة، شو في أحلى من هيك صورة، أهلاوي جميل أمامنا مشاهدينا الكرام، بيستحق التصفيق. هذا النسر زي النسر الموجود على شعار النادي الأهلي، هذا النسر اللي طار اليوم بلقطات أولى أروع وأمتع وأبدع خلال هالبطولة. سوبر برافو يا إيهاب، روعة يا ماجيك. الدور يأتي على تكريم الفرق. نادي الزهراء التونسي بالمركز الثالث فوزه على الاتحاد السكندري 78-73، قول برافو لهالزهراء التونسي، لهذا الفريق التونسي. وعلى فكرة قدموا باسكتبول حلو كتير، بكفي انه في حديدان، شنوفي، موحلي، جوهر جوادي وكل الأسماء التونسية الممتازة. هذا حمودي أمامنا، وهنا مختار غيازة، ما بدي أنسى حدا، كل الأسماء التونسية الجميلة لعبت باسكت بول بطريقة حلوة بهالبطولة. وحتى في المركز الثالث عمر الموحلي يوما ما فاز مع فريق النجم الساحلي التونسي بطولة العربية 2016 إن لم تخني الذاكرة، وحاليا عم بيكون بتشكيلة وعناصر فريق الزهراء التونسي. كل التشكيلة سي جي أمامنا، اللاعبين الأجانب، اللاعبين التوانسة، الشبان، زياد شنوفي أيضا، الكوتش بول كافتر، هذا هو بول كافتر. الدور الآن يأتي طبعا على صاحب المركز الثاني النادي الكويتي. الكويتي لازم يكون مو زعلانين نادي الكويت، ورغم انه فازوا ببطولة خليجية للأندية، لكن نادي الكويت الكويتي بنرفع له القبة على هذا الأداء الكبير، هذا الأداء المميز. وهنا الصورة ولا أروع، صورة ولا أحلى من هيك، ابتسامة مصرية أهلوية بتجنن، بتاخذ العقل، الروعة. ليه؟ لأنه هذه الابتسامة أتت بعد مباريات كبيرة، بعد ما تصدر المجموعة الثالثة، فريق ما خسر ابدا، لقطات حلوه كثير. حسين الخباز امامنا بيتقدم، عناصر النادي
الكويت الكويتي وأصحاب المركز الثاني أبطال الخليج. حلوين كتير كانوا بصراحة هالثلاث شهور، تفوز ببطولة الخليج وتأتي وتنافس عربيا وتصل للمباراة النهائية. حسين الخباز أحسن لاعب كويتي قبل 3-4 سنين، أمامنا فهد عبد الله، علي الهدود من أحسن اللاعبين البطولة أيضا بالقميص رقم 0، يوسف محمد ما شاهدنا كثير لكن لاعب ممتاز، تركي الشمري، حمد عدنان ومحمد عدنان الأشقاء كنت أتوقع منهم أفضل في مباراة اليوم لكن هم ما بيمنع أنهم لاعبين ممتازين، عمران جوهر أمامنا، هنا جيمس وكيكونوفيتش، عالم الدين لاعب منتخب البوسنة، وهنا ألكسندر خالد، عبد الله الشمري اللي تحمس معانا، تحمسنا بالكوارتر الثالث، وهنا بالقميص رقم 21 محمد عدنان، وهذا نائب رئيس نادي الكويت الكويتي بالمناسبة ومدير لعبة كرة السلة بدر العصيمي، وهذا من كان لاعبا يوما ما في نادي الكويت وكان قبل في نادي الساحل وكان لاعب شوتر ممتاز على 3 بوينتس، يحيى البحر، بنقول لك حظ أوفر كوتش، لكن بقول لك أيضا برافو على هذا الأداء للنادي الكوتش بيتر شومرز، وهنا الطاقم الفني والإداري لنادي الكويت الكويتي، أعطيتكم إياهم بالاسم لأنهم فريق بيستحق نقول له برافو ويعطيكم ألف عافية بطبيعة الحال. خلينا مع الكويت الكويتي، لكن هنا الصورة تأتي على النادي الأهلي ولاعبين نادي الأهلي، هنا الصورة حاليا مع نادي الكويت مع كبار الحضور والشخصيات. إسكندرية أبدعت في استضافة بطولة الأندية العربية، إسكندرية توهجت بأبطال بلاعبين كرة سلة من 11 دولة عربية ب 18 نادي تخيلوا على مدار الأيام الماضية، عرس كبير لكرة السلة العربية في جمهورية مصر العربية، وعريس الليلة عريس الليلة عم بيكون النادي الأهلي اللي معودنا على مختلف البطولات، وإن كانت هذه هي البطولة الأولى له على مستوى بطولة الأندية العربية، 3 مرات خسر المباراة النهائية. سيف سمير عجبتني كتير بهالبطولة، كنت لاعب رائع جدا يا سيف، لاعب بيدرس حركات لاعبي الارتكاز، بدرس ببروده تحت الباسكت، بأعصابه الهادية، لاعبين الشبان أيضا اللي قدمهم الكوتش أغوستينا، عمرو زهران كان مدافع رائع، عمر طارق عرابي استرجع مستواه وإن كان مع منتخب مصر كان حاضر بقوة، ما بدي أنسى أي لاعب من هاللاعبين من هالنجوم من هالأبطال، عمر عزب وكأنه بيلعب بالنادي الأهلي منذ سنوات، هو القادم من سموحة، أحمد حمدي، أحمد مهيب، محمد أبو النصر، عبد الله ناصر، كل نجوم الأهلوية، كل نجوم الأهلوية، القرحي، الكوتشينج ستاف، عمرو الجندي، الحاضر، الغايب، جماهير الأهلوية في كل مكان، تذكروا هاللقطات لأنه فريقهم رجع من مكان كتير بعيد بعد 21 سنة، 21 سنة بقيادة هذا الماجيك، الماجيك الجديد، الماجيك الجديد، نعم هذا الماجيك، السحر الباسكتبول للنادي الأهلي، إيهاب أمين أفضل لاعب في بطولة الأندية العربية 2021 بيرجع بقيادة هذا المدرب الإسباني اللي بيعرف طعم النجاحات مجددا، لكن هذا أول لقب له مع النادي الأهلي، ليكون قرار التعاقد مع أغوستين قرار في مكانه لسنتين وقد يستمر أكثر، لأنه الأهلي عودنا على الاستقرار، الاستقرار مو بس بالكوتشينج ستاف مو بالمدربين، لا الاستقرار بكل شيء داخل القلعة الكبيرة، داخل أكبر قلعة في مصر، طارق الغنام من أكبر قلاع كرة السلة كذلك، هذا اللي احتفل بعيد ميلاده قبل أيام وسابقا خسر نهائي بطولة الأندية العربية، لكن بيرجع كمدير إداري وبقول أنا حاضر لأكون في بيت النادي الأهلي، لا أرجع بجيل جديد بتشكيل جديدة وأكون بطل للأندية العربية 2021. شوفوا هاللقطة قدي حلوة، شوفوا هالأبطال اللي واقفين خلف كبار الحضور، كبار الحضور منهم أيضا أساطير يترأسهم أكيد على مستوى أساطير الرياضة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فرحة كبيرة ولحظات بيستناها الأهلوية من زمان، من زمان بيستناها، وهنا سعادة اللواء إسماعيل قرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة بيسلم الكابتن محمود الخطيب كأس بطولة الأندية العربية 2021 والسلام الجمهور المصري، سلام جمهورية مصر العربية.
بلادي 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 لك حبي وفؤادي، كل الحب لكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، محبي كرة السلة العربية أينما كنتم، كل حب لجماهير النادي الأهلي، وأكيد كل التوفيق والنجاح، وكل منقول ألف مبروك للنادي الأهلي هذا النجاح الكبير وهذا اللقب الغالي. مع اللقطات مشاهدينا الكرام بودعكم، أنا أشرف سمارة على أمل أن ألتقي بكم دائما مع مباريات وبطولات الأندية العربية لكرة السلة. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك مجلس إدارة النادي الأهلي، ألف مليون مبروك اللاعبين، ألف مليون مبروك الجهاز الفني والإداري والطبي، ألف مليون مبروك جمهور النادي الأهلي الكبير والعظيم، ألف مليون مبروك مصر كلها. النادي الأهلي بطل العرب، النادي الأهلي بطل العرب لكرة السلة 2021 في لقبه الأول في التاريخ. النادي الأهلي النهاردة يستطيع أن يأتي من بعيد في الوقت اللي ما كانش مرشح فيه النادي الأهلي البطولة، استطاع أن يحسم البطولة بدون هزيمة واحدة. النادي الأهلي بكل مبارياته اللي فاتت في البطولة العربية استطاع أن يحقق الفوز وصولا إلى المباراة النهائية بالفوز 78-66. ألف مليون مبروك ليلة ولا ألف ليلة للنادي الأهلي وجماهيره، ليلة ولا ألف ليلة لكرة السلة الأهلوية، ليلة ولا ألف ليلة لمصر كلها الحقيقة، لأن ما أحلى النصر ويأتي بعد تعب وعناء وشقاء في بناء هذا الفريق اللي حضراتكم شايفينه. لقطات تاريخية، الفرقة كلها طبعا تاني بطولة على فكرة، يمكن دي البطولة الثانية للفريق، بطولة القاهرة والجيزة كانت من أيام حسمها الفريق، والنهاردة بيحسم بطولة البطولة العربية في انتظار ان شاء الله مزيد من البطولات الافريقيه والدوري. عايزين القاب كتير في كره السله. كابتن سيد هاجي لحضرتك، يعني عطشانين بطولات؟ يعني الحمد لله البطوله دي كانت مستعصيه علينا جدا، يعني احنا يمكن ثلاث اجيال مختلفه بعدين، الثلاث اجيال كل واحد منا لعب نهائي من النهائيات وما كسبناهاش، فانها تخش دلوقتي واحنا مسؤولين في النادي او من عشاق النادي ساعدنا جدا جدا، فالحمد لله على البطوله ديت، وان شاء الله دي تبقى بدايه الجيل رائع زي الاجيال اللي كانت بتمر بالنادي الاهلي، ويحتفظوا بالبطولات القادمه ان شاء الله، ويصنعوا تاريخ للنادي الاهلي مع بطولات كره السله في مصر وافريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره والحصريه لما بعد الفوز بالبطوله العربيه، ولكن بعد الفاصل. انا متاكد النهارده ان سعاده جمهور النادي الاهلي بالبطوله دي لا تقل ابدا عن سعادته باي بطوله في كره القدم. خلينا نعترف كان عندنا مشكلة في كرة السلة، ولكن النهاردة باللي شفناه واللي اتعمل وبطولة القاهرة من أسبوعين خدناها، واضح أن كرة السلة اتحطت على الطريق الصح مع فريق شاب، مع جهاز فني مظبوط، مع جهاز فني واعي كمان، فكده الحمد لله باللي احنا شايفينه لأن نطمن على مستقبل كرة السلة. وشكرا طبعا أكيد كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة اللي رد الفريق للطريق الصحيح، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. يعني كابتن طاهر أنا قطعت حضرتك معلش قبل الفاصل، أكيد في مكاسب عديدة لهذه البطولة، بطولة العرب، منها مكاسب داخلية ومكاسب خارجية، شايف الكلام ده إزاي يا كابتن؟ الموسم ما عداش منه تقريبا شهر وإحنا حصلنا على بطولة العرب في بدايتها، ده حاجة مبشرة جدا جدا جدا، وأعتقد إن هيبقى موسم هيؤديه النادي الأهلي بكل قوة. متفائل يا كابتن؟ متفائل جدا، يعني كونك إن حتى بطولة القاهرة، يعني أنت بطولة القاهرة أنت لعبت نهائي مع الجزيرة، والجزيرة برضك فريق لحد ما كبير وليه اسمه، ومع ذلك أنت قدرت في الفاينل إن أنت تكسبه، ويعني لحد ما بسكور كويس، فبالتالي دي كل ده هيعمل بوش، زائد ان هي بطوله القاهره دي اظهرت لاوجستي ان في الناشئين هو قدر يشوفهم وقدر بعد كده يعتمد عليهم. هو صحيح كان يعني ادى وقت كويس اول لعمرو سهران وهو كان محل ثقه، انما في برضك ناس تانية، في عبد الله ناصر، لسه في مؤمن طارق خيري، لسه في بودي حسام، لسه في ناسي حد، انا محمود وليد اقول لك فاضل مين. لا ده انت حضرتك كويس كنت عندنا شيء يا كابتن، يعني مجموعه كبيره يعني احنا الحمد لله العمل بيتم، كابتن طاهر كان قبلينا وبعدين كابتن سيد، واحنا كملنا على الموضوع.
انا عايز اقول لك ان زي ما انت قلت كلمه دلوقتي المستقبل النادي الاهلي. انا عايز اقول لك ان الثلاث اربع سنين اللي جايين احنا طالع لنا ورا بعض كده حوالي 7 لعيبه ممتازين ممتازين ممتازين. يعني احنا دلوقتي شفنا عبد الله ناصر، شفنا عمرو زهران خلاص بقى درجه اولى، بودي حسام بقى درجه اولى، في عندنا تحت 20 سنه كمان محمود وليد ده هيبقى من اجنحه رائعه في تاريخ النادي الاهلي، وبعد كده مؤمن طارق خيري انت قلت، بعد كده عندنا فرقه المرتبط، في عندنا كريم حاتم، وعندنا سيف قيدار هنداوي، في اثنين لعيبه جايبينهم 2 متر 11 كل و2 متر 17. يعني لا احنا يعني شغالين كويس بمساعده النشاط الرياضي ان احنا بنبني تحت. فالمستقبل اكد لك ان المستقبل للنادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله. يمكن كابتن شريف متفائل بوضع الفرقه، هل الفرقه فعلا زي ما انا قلت في المقدمه في بعد الفاصل ان بشكل كبير اتحطينا على الطريق الصح، وان احنا في مرحله ان شاء الله حصد البطولات يا كابتن شريف؟ كلامك كله مظبوط. يعني هو طبعا في دلائل بتشير للكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ان احنا اتحطينا على اول الطريق الصح، بدليل ان احنا الحمد لله يعني بدايه الموسم ده بتحصد بطولتين، اول بطوله المنطقه من نادي الجزيره، تاني بطوله كبيره جدا على فكره، دي بطوله بيشارك فيها اقوى من افريقيا بالظبط، يعني انت بيشارك فيها فرقه جامده بمحترفين جامدين، بطوله قويه الحمد لله. يعني في خلال الشهر من بدايه الموسم ان انت تحقق بطوله زي دي، الخطوه الثانيه بقى كمان اللي هي الطريق الصح ان احنا ابتدينا نستعين بالناشئين بتوعنا ونحطهم في الدرجه الاولى واحده واحده كده، بحيث ان الولاد دول يستووا ويخشوا مع الفرقه واحده واحده. ده هيساعدنا ان احنا زي ما اتكلمنا قبل كده، ده استثمار، ان انت الولاد الصغيرين دول انت مش محتاج ان انت تشتري لعيبه من بره، انت الولاد الصغيرين دول ده اشتغل عليهم كويس قوي، زي ما تفضل كابتن سيد كده وقال من ايام كابتن طاهر وكابتن سيد مصطفى، وجي كابتن سيد بيكمل الموضوع. احنا عايز اقول لك احنا في جيل 2008 وفي جيل 2001، الاجيال دي احنا مهتمين بيهم جدا جدا جدا. جيل 2008 ده اللي طلع منه عمرو زهران وطلع منه محمود وليد 2008 2003 2003 2001 2001 انا اسف 2001 2001 2001 هو جيل عمرو زهران انا اسف. هو دلوقتي اللي بقى درجه اولى رسمي بالظبط، وطلع برانا كمان يوسف المعداوي، ده لعيب جامد جدا طالع اعاره لينا ويرجع لينا ان شاء الله. ده بدايه الطريق الصح، ان انا لازم استعين بلعيب الناشئين بتوعنا. وعلى فكره دي كانت توجيهات من كابتن رفع عبد القادر رئيس اللجنه اللي احنا بنشارك فيها انا وكابتن طاهر وكابتن سلعاوي، انتقاء المواهب، ان احنا لازم المجموعه الصغيره دي يبقى في سبوت كده عليهم، ان احنا ما نشتريش لعيبه من بره، لا اللعيبه بتاعت النادي بتاعتنا لازم نستعين بيها وندخلهم. اوجستي عمل حاجه حلوه قوي، ابتدى يدخل بقى الكلام، يعني برضه بعد الفضل في الموضوع دوت، ان مدرب زي اوجستي بيحب يلعب، عنده الجرأه بالظبط كده، عنده الجرأه ان هو يزق بلعيبه اثنين وثلاثه، والكباتن عارفين اكتر مني ان يديهم فرصه حقيقيه بالظبط. وبعدين خلي بالك اما تزق لعيبه اثنين وثلاثه صغيرين ويثبتوا نفسهم، انا مش عايز اقول الكلمه بس هي كرباج للعيب الكبير، اللعيب الكبير هيشد على نفسه علشان ياخد مكان واحد في واحد ماسك الكرباج، فده اللي كنا مفتقدينه بالامانه. وحاجه كويسه يا كابتن سيد، احنا شفناها النهارده او مش النهارده في البطوله، عمرو زهران ما شاء الله بيغلط مره واثنين وثلاثه، المدرب سايبه وبيديله ثقه، دي حاجه كويسه جدا، دي الفرصه الحقيقيه. بس خلينا استاذن حضراتكم ونطلع لارض الملعب، والزميله سلا حامد مرسلتنا من ارض الملعب. الحقيقه النهارده هي وفاروق صلاح بيبذلوا مجهود كبير من بدايه اليوم، بعض اللقاءات، خلينا نروح لسلا من ارض الملعب. طبعا برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، واكيد برحب بك يا كابتن هيثم وبكل ضيوفك الكرام في الاستوديو. وطبعا الف مبروك يعني فوز وتتويج النادي الاهلي طبعا بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخه. ويمكن طبعا معايا في هذه اللحظات الكابتانو طبعا كابتن مودي الجرحي، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا خليني يا كابتن ابارك لك مليون مبروك طبعا النهارده الفوز والتتويج بالبطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. طبعا في البدايه الحمد لله، طبعا بطوله غاليه جدا اول مره في تاريخ النادي الاهلي، والجيل ده قدر يعني يسطر اسمه بحروف من ذهب بصراحه في تاريخ النادي الاهلي. واهم حاجه عندنا ان الجمهور هيفرحنا، احنا زعلناهم بقالنا سنتين بنزعلهم، ودي بدايه الحمد لله، بدايه ببطوله كبيره زي دي اول مره تخش النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله دي بدايه يعني نبتدي عليها باذن الله. مودي، يمكن طبعا النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي وطبعا الجهاز الفني بقياده مستر اجاستي بداوا الموسم النهارده بالفوز والتتويج ببطوله منطقه القاهره، ويمكن ده كان حافز كبير جدا ليكم قبل البطوله العربيه. طبعا هو الكوتش قال لنا بطوله المنطقه دي اعداد للبطوله العربيه، هي بطوله ما تصنفش بطوله كبيره، بس هي بطوله برضو احنا كسبناها بتدي ثقه حتى لو بطوله صغيره. دخلنا البطوله دي الحمد لله الكيرف عالي ماتش عن الثاني، والحمد لله قدرنا نحرز بطوله غاليه جدا جدا. يعني مودي، يمكن طبعا شايفينك يعني كنت متواجد امبارح، كنت متواجد النهارده، يعني بتدعم الفريق، يعني متواجد طبعا بخلف اللعيبه بتدعمهم دايما يا كابتن، ده دورك، يعني دورك مهم جدا طبعا لكابتن النادي الاهلي ان هو يكون دايما موجود مع فريق النادي الاهلي. طبعا على فكره مش مهم مين اللي بيلعب، مهم النادي الاهلي يكسب خلاص، دي يعني اهم حاجه عندنا، هو الكوتش اختار الناس دي تلعب، شايف ان الناس مش جاهزه لسه راجعين من اصابات، هو اختار 16 لعيب كلنا في ظهر النادي الاهلي، هو اهم حاجه الناس مش هتقول مين اللي لعب، هو هيقول مين النادي الاهلي كسب، فالحمد لله.
مودي بشكرك جدا ومليون مبروك مره ثانيه. شكرا. كده طبعا يا كابتن، طبعا كابتن هيثم مستمرين معاك طبعا في تغطيتنا الخاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا معايا واحد من نجوم المباراه النهارده مايكل توماسون. فيرست اوف اول مايكل توماسون، ليت مي ويلكم يو اون اور اهلي تي في شانل، اند ليت مي اولسو تيل يو كونجراتوليشنز فور توديز وين، ويننج ذا كاب اور ذا تشامبيونشيب، ذا عرب كلوب باسكتبول تشامبيونشيب، ذا فاينل اجينست كويت الكويتي. Thank you. It was a great win. Our team has come together very well. We've been working hard in practice, and it was very exciting. طبعا يا كابتن هيثم، يعني مايكل توماسون قال ان هو يعني كان سعيد طبعا تواجده مع النادي الاهلي، وانه يعني كان مبسوط يعني مع تجربته طبعا مع النادي الاهلي، وان هم اشتغلوا كتير جدا وحضروا كتير جدا لمباراه اليوم. مايكل توماسون، let me also tell you that from your own point of view, how did you see this match, the match against Kuwait Kuwaiti team? We knew it was going to be a very difficult match. A lot of guys are tired. We played a lot of games in a short amount of time, but we wanted to stay together and play well on the defensive end, and I think we did a great job. يا كابتن هيثم، يعني مايكل توماسون قال انه النهارده شايف المباراه يمكن من اصعب المباريات طبعا اللي عدت على فريق النادي الاهلي، يمكن جميع المباريات كانت صعبه، لعبوا مباريات يعني في وقت بسيط جدا، ولكن كان اهم حاجه بالنسبه له ان هم يفضلوا طبعا ايد واحده، فريق واحد بروح واحده، ويفوزوا بجميع المباريات. مايكل توماسون، let me also ask you that winning a championship the beginning of the new season is a very important thing. It gives a great motivation for all the players, not only the players, also the coach, the head coach Mr. Augusto. Yes, it gives us a lot of motivation and confidence. We know what we're capable of, but we're going to enjoy the win tonight and come back and work hard at practice and try to continue to win more games. طبعا يا كابتن هيثم كان بيقول يعني مايكل توماسون انه الفوز يعني ببطوله في بدايه الموسم ده شيء يعني طبعا جيد جدا، بيدي دافع كبير طبعا لجميع لاعبي النادي الاهلي، ولكن يعني الصفحه النهارده هتتقفل بالنسبه لكل لاعبي النادي الاهلي، وهيركزوا طبعا فيما هو قادم ان شاء الله، التحديات والبطولات المقبله ان شاء الله عشان يفوزوا بيها وطبعا يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. مايكل توماسون، ثانك يو سو ماتش اند كونجراتوليشنز once again. Thank you. I appreciate it. Thank you. طبعا يا كابتن هيثم مستمرين معاك في تغطيتنا الخاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، ومعايا واحد من نجوم يعني المباراه اليوم كابتن سيف طبعا سمير. كابتن سيف، في البدايه طبعا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني طبعا ابارك لك النهارده يا كابتن، انجاز كبير وفوز مهم، ويعني بعد اداء قوي منكم ومن جميع لاعبي النادي الاهلي، مش بس النهارده، في جميع المباريات بدايه من دور المجموعات. الحمد لله، وسلم على كابتن هيثم طبعا. والنهارده اللعيبه كانت رجاله، وكل الماتشات زي ما انت قلت يعني احنا طول الماتشات جايين نكسب، يعني مش جايين نلعب ماتشات، لا احنا جايين نكسب بطوله. وكل لعيبه بصراحه الحمد لله كانت رجاله وفضلت رجاله لغايه اخر لقطه. النهارده كنا تعبانين، وكل الناس تحملت على نفسها جدا جدا جدا، وقدرنا الحمد لله ان احنا نكسب. يعني كابتن سيف، كنت لسه برضو بقول لكابتن مودي الجرحي طبعا كابتن الفريق، انه فوز ببطوله منطقه القاهره اديتكم حافز كبير جدا ودافع كبير طبعا قبل البطوله العربيه، والحمد لله قدرتوا تفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي بالفوز ببطوله العربيه لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. بالظبط، يعني دي كانت بطوله القاهره، دي كانت استعداد، عايزين نقول استعداد للبطوله العربيه. كنا جايين مركزين ان احنا جايين نكسب بطوله، جايين كلنا دافع وكلنا، لان دي زي ما انت قلت دي اول بطوله عربيه تدخل في تاريخ النادي، وقدرنا ان احنا بالجيل ده قدرنا ان احنا ناخدها. ولسه يعني انا شايف ان السنه دي موضوع مختلف تماما، لسه في ثلاث بطولات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحسم الثلاثه. سمير طبعا واحد من كباتن النادي الاهلي في الفريق، دايما يا كابتن احكي لي كنت بتقول لهم ايه قبل كل مباراه، دايما يعني حتى في الملعب المباراه بين كل كوارتر كنت بتقولوا ايه مع بعض؟ لا يعني قبل كل ماتش احنا يعني اللعيبه رجاله، مش محتاجه، احنا لعبنا كلنا لعيبه خبرات، حتى لو احنا صغيرين بس كلنا لعيبه خبرات، لعبنا في منتخبات ولعبنا في انديه كبيره، فلا كنا بنحمس بعض ان احنا كده كده داخلين ناخد البطوله دي. الماتشات دي حياه او موت، الماتش امبارح كان حياه او موت، ماتش النهارده حياه او موت، مفيش مش يعني مش كناش هنفرط فيها. يعني سيف سمير، بشكر حضرتك جدا ومليون مبروك مره ثانيه، ميرسي جدا. شكرا. طبعا يا كابتن هيثم مستمرين معاك في تغطيتنا الخاصه وحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وطبعا معايا واحد من نجوم البطوله مش بس المباراه اليوم، كابتن عمرو الليجندي. كابتن عمرو، طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، ومليون مبروك طبعا يا كابتن النهارده فوزكم وتتويجكم بلقب البطوله العربيه. الله يبارك فيك. الحمد لله، يعني ربنا يعني يكلل مجهودنا بخير الحمد لله بمكسب البطوله. تعبنا قوي البطوله دي، كانت في لعبنا اقوى ثلاث فرق في البطوله من دور الثمانيه، بيروت والاتحاد والكويت، والحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا نكسب البطوله الحمد لله. الحمد لله يا
كابتن عمرو، طبعا يعني مباراة امبارح كانت من اصعب المباريات بالنسبة للنادي الاهلي امام طبعا فريق كبير، فريق قوي زي نادي الاتحاد السكندري. طبعا يعني مش محتاجين نقول نادي الاتحاد السكندري فريق قد ايه، فريق محترم. امبارح الحمد لله يعني قدرتوا تحسموا المباراة يعني في الوقت الاضافي، وطبعا يعني بعد الثلاثية بقى اللي يعني الثلاثية طبعا يعني بتاعت حضرتك ادت دافع كبير جدا للاعبي النادي الاهلي ان هم يكملوا ويستحملوا طبعا ويبقوا كلهم ايد واحدة ويلعبوا في روح الفانيلا الحمراء. اه بالظبط، الحمد لله الاتحاد فريق كبير حامل اللقب. قول يلا اهلي بصوت عالي. قول يا اهلي. يلا يلا يا اهلي. صوت اعلى اعلى. يلا يلا يا اهلي. الحمد لله الاتحاد فريق كبير حامل اللقب مرتين، عندهم خبرات كبيره، هم لعبوا هم جايين من معسكر صربيا كانوا فورمتهم كويسه، بس الحمد لله قدرنا نلعبهم صح جدا. كوتش اوجوست جهزنا نفسيا كويس جدا وفنيا كويس جدا، كنا نازلين حافظينهم، قدرنا نعمل مباراه كبيره. كلنا كنا كويسين، مش الشوطه بتاعتي بس ولا كل الفريق بيضحي و يعني بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يظهر بمظهر كويس. دفاعنا اتحسن جدا، في حاجات كتير قوي اتغيرت، وان شاء الله يعني بنوعد جماهيرنا نحن الفتره الجايه ان شاء الله نظهر بمظهر احسن، وان شاء الله نقدر نفرحهم السنه دي بمكسب بطولات ان شاء الله. كابتن عمرو بشكر حضرتك جدا. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم لينا وان انتم على طول موجودين معانا، وشكرا قوي. يلا باي باي. طبعا يا كابتن هيثم مستمرين معاك في تغطيتنا، ومعايا ايضا واحد من نجوم يعني البطوله مايكل فاكوادي. مايكل فاكوادي، ليتس فيرست ان ذا بيجينينج ويلكم يو اون اور اهلي تي في اهلي شانل، اند يعني كونجراتوليشنز اون وينينج يعني ذيس تشامبيونشيب ذا عرب كلوب باسكتبول تشامبيونشيب. ليت مي يعني تيل يو او اسك يو اباوت توديز ماتش اند يور بوينت اوف فيو اباوت توديز ماتش اند هاو يو بلايد اجينست كويت الكويت. It was a very tough game. Kuwait's a great team. They have great players on their team, and we just had to fight and use our whole team, play together. And I think we have a more balanced team than they did. So I'm very happy that we won. كابتن هيثم، طبعا يعني مايكل فجوادي واحد من المحترفين يعني اللي بيشاركوا طبعا مع فريق النادي الاهلي في البطوله السنه دي، يعني كان بيقول قد ايه هو طبعا مبسوط ان هو موجود مع فريق النادي الاهلي، وانه طبعا يعني كان رايه ان كل المباريات صعبه، ولكن يعني هم عندهم ثبات، عندهم ثبات في الاداء، ويمكن ده اللي خلى طبعا النادي الاهلي ان هو يفوز بجميع المباريات ويفوز طبعا ويتوج بلقب البطوله النهارده. مايكل فجوادي، also let me ask you about today you win the Arab club basketball championship. Also yesterday's match was one of the hard matches against Al-Ittihad Secondary or Al-Ittihad Alexandria team here in Egypt. Tell me also about your opinion about yesterday's match. Yesterday's match is very tough. I know Ittihad has the upper hand on Ali. I think we're 2-9. Yesterday made it 3, so yesterday was a tough game, but we rallied behind each other. We stuck together. This group had great chemistry, and we won. I'm just happy it allowed us to play in this game, and we took care of business. طبعا يا كابتن هيثم، مايكل فكوادي بيقول انه يعني النادي الاتحاد من الانديه يعني القويه جدا، وطبعا يعني كان يعني في الاول كان متقدم على النادي الاهلي في يعني الكوارتر الاولاني والثاني، ولكن الحمد لله ان احنا قدرنا يعني نفوز ونتخطى يعني مباراه نادي الاتحاد السكندري. مايكل فكوادي، also let me tell you that winning a championship in the beginning of winning a championship in the beginning of a new season is very important. I told this to Michael Thomas, and also it's very important. It gives a great motivation for all the players to win more and more championships. Anytime you win, it's a blessing. You have to be happy. You have to thank God that you're allowed to play this game. Any game that you play, or whether it's a championship or not, you always want to win every game possible. So I'm happy to keep adding to my resume. I haven't lost in Egypt yet, so I'm happy. Thank you so much Michael Fakwadi. Thank you. Thank you. طبعا مايكل فكوادي طبعا المحترف الجديد في صفوف فريق النادي الاهلي كان بيتكلم يعني معايا على انه قد ايه هو سعيد ومبسوط طبعا تواجده مع فريق النادي الاهلي، وان هو يعني شايف انه طبعا يعني فوز وتتويج ببطوله في بدايه الموسم شيء يدي دفع كبير جدا وحافز طبعا لجميع لاعبي النادي الاهلي ان هم يفوزوا ويتوجوا باكثر من بطوله. يمكن طبعا كابتن هيثم مستمرين معاك ولقاء يعني مهم طبعا مع المدير الفني الاسباني مستر اجاستي بوش. مستر اجاستي بوش ذا هيد كوتش for Al Ahli men's basketball team. Of course, let me welcome you on our Ahli TV channel, and let me يعني, tell you congratulations on winning today's match, the final match against Kuwait al-Kuwait, and also winning a big championship like the Arab Club Basketball Championship. Thank you, Salah. Very happy for this trophy,
for having the opportunity to get this trophy for Ali. I know it's a trophy that has been waited for long. First time we win it after many years reaching the finals. And many years without even reaching the finals, so it's a great honor for me as a coach and for all the players to get this championship for Ali and for Ali fans. كابتن هيثم يمكن طبعا مستر يعني جاستي بوش بيقول قد ايه هو سعيد ومبسوط طبعا تتويجه باللقب البطوله النهارده بعد طبعا يعني محاولات كتير للنادي الاهلي ان هو طبعا وصل للمباراه النهائيه اكتر من 4 مرات والنهارده كانت المره الخامسه ولكن قدر الحمد لله النادي الاهلي ان هو يتخطى ده ويفوز ويتوج بلقب البطوله العربيه. سعيد جدا طبعا ان هو قدرنا بعد كل السنين دي ان احنا نفوز بالبطوله النهارده وشايف ان هو فخر كبير جدا ليه ان هو يفوز بالبطوله النهارده. مستر جاستي اي سي ذات يو ار هابي فيري هابي ذا هابينس ات appears on your face. Also, let me tell you and talk about an very important, yes, the trophy. let tell you about a very important thing, that winning a championship at the beginning of the season, it's a very important thing. It gives a very big and great motivation to all the players, not only for Mr. Agosti Bush, no, all the players, even the in squad or out of the squad. Yeah, I agree. We are trying to build a new roster with a new coach, and at the beginning of the season, every win gives you confidence, gives you some trust in the work that you're doing, and of course this win with all the effort that the players did is a reflex of the work we're doing daily and give us support. اكيد يا كابتن هيثم زي ما حضرتك شايف يعني الفرحه طبعا ورايا جميع لاعبي النادي الاهلي فرحتهم طبعا مع المدير الفني مستر اجاستي بوش المدير الفني طبعا لفريق النادي الاهلي واللي طبعا قال انه كل فوز في كل مباراه بيدينا ثقه اكبر وبيدينا حافز اكبر ان احنا نفوز اكتر واكتر بجميع المباريات وجميع البطولات. مستر اجاستي ذا نيكست ستيب فور الاهلي تيم ان شاء الله. How you will prepare for the next step and the next championships in this season? Well, this is a non-stop. We started 1 month and a half ago, and we know we have a long way. After a couple of days break, we are facing important games for the Mortavet League. So this does not stop. I just hope that the team keeps playing with this confidence and keep getting wins and hopefully championships. But, you know, like as a coach, all I can ask for is that the players keep playing with this desire to win and hopefully this give us success in the future. طبعا يا كابتن هيثم مستر اجاستي بوش بيقول انه طبعا يعني هو احنا بس السيزون او الموسم بادئ بالنسبه للاعبي النادي الاهلي بقاله بس شهر ونص لسه عندهم تحديات كبيره جدا لسه عندهم بطولات كتيره جدا الفتره اللي جايه يمكن قال انه ان شاء الله في الفتره اللي جايه كمان بطوله المرتبط بالنسبه للاعبي النادي الاهلي هم مش متوقفين هم مستمرين طبعا في يعني التدريبات والاستعدادات عشان يتوجوا ويفوزوا اكتر بالبطولات وطبعا يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي. مستر اجاستي بوش ثانك يو سو ماتش فور ذس انترفيو and let me tell you congratulations once again for this championship. Thank you very much. Thank you. Mr. Agosti. ده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع مستر اجاستي بوش واللي طبعا كان سعيد جدا ان هو طبعا حقق يعني بطوله مهمه يعني بعد سنين النادي الاهلي كان دايما بيحاول ان هو يعني يتوج بيها ولكن الحمد لله النهارده قدر ان هو يتوج بيها. يمكن طبعا معي في هذه اللحظات ايضا واحد من نجوم المباراه النهارده كابتن عمر طارق. كابتن عمر طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي وخليني طبعا يا كابتن ابارك لك على فوزكم النهارده ببطوله البطوله العربيه لكره السله رجال. الله يبارك فيك. الحمد لله على المكسب طبعا اول حاجه وبنهديه للجمهور الاهلي طبعا جمهور النادي الاهلي العظيم وان شاء الله بنوعدهم يعني دي البدايه ان شاء الله السنه دي وده دي الروح ودي يعني اللعب اللي ان شاء الله هنكمل عليه السنه دي وان شاء الله دي اول بطوله ولسه بقيه السنه لسه ان شاء الله. عمر ينزل الشوط او ينزل الكوارتر تمام بيصنع الفارق دايما يعني وجود كابتن عمر طارق النادي الاهلي او الجماهير النادي الاهلي مطمئنه. يعني يا كابتن عمر طبعا شايفين حضرتك يعني ما شاء الله مستوى يعني جيد مع لاعبي النادي الاهلي وكل لاعبي النادي الاهلي يعني من اول البطوله لحد مباراه اليوم. لا والله ربنا يخليكي والله ده كلام كبير يعني بس الحمد لله يعني بحاول اقدر طبعا يعني بحاول اعمل اللي اقدر اعمله طبعا عشان اساعد الفرقه وطبعا الفرقه بتساعدني عشان تخلي شكلي كويس ويعني يلعبوني ف الحمد لله يعني ان شاء الله نكمل على المستوى ده ان شاء الله. كابتن
كابتن عمر. طبعا يمكن مستر جاستي بوش قال انه احنا مش هنتوقف، احنا هنقفل صفحه النهارده بطوله العربيه، ولكن مش هنتوقف طبعا على الاستعدادات والتمارين يعني عشان طبعا نحصل على المزيد من البطولات. عفوا يمكن قال على طبعا بطوله المرتبط، ازاي ان شاء الله يا كابتن عمر هتستعدوا لها؟ احنا يعني ده احنا لسه كل ده الموسم ما ابتداش، يعني احنا لسه هنبتدي الموسم لسه ان شاء الله، وخلاص عندنا ماتش كمان تقريبا 4 أو 5 أيام في بطوله المرتبط، فطبعا خلاص يعني هنفرح النهارده ومن بكره خلاص هنقفل الصفحه دي ونبتدي نجهز للدوري المرتبط ونبتدي نجهز للموسم الجديد، وتجهيزنا هو يعني مش بيختلف عن اي ماتش للتاني، نفس التركيز ونفس التجهيز، هنشوف هنلعب مين وهنجهز للفرق اللي هنلعبها، وان شاء الله يعني تبقى بدايه موفقه للسيزون ان شاء الله. شكرا جدا يا كابتن عمر، ومليون مبروك طبعا فوزكم وتتويجكم طبعا بلقب البطوله العربيه بعد ما فرحت طبعا جميع جماهير النادي الاهلي. الله يبارك فيك، شكرا كابتن عمر. يمكن طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا ايضا مع كابتن عمر طارق ومجموعه كبيره يعني من لاعبي النادي الاهلي، كمان المحترفين مايكل توماسون ومايكل فاكوادي والمدير الفني الاسباني طبعا جاستي بوش، واللي طبعا كان سعيد جدا وعبر عن سعادته يعني الكبيره بعد التتويج النهارده والفوز ببطوله منطقه بطوله عفوا العربيه لكره السله الرجال في نسختها 33، واللي طبعا مستضيفها نادي الاتحاد السكندري. والان العوده مره اخرى للاستوديو، كلمه ليك طبعا يا كابتن هيثم، تفضل. سالح حامد من ارض الملعب، شكرا جزيلا، وبنشكر فاروق صلاح وبنشكر كل طاقم العمل اللي كان في الملعب واللي شفناهم في الملاعب، في الملعب بيشجعوا زي جمهور الدرجه الثالثه. التيم والكرو بتاع قناه النادي الاهلي اللي موجود في الملعب كان قاعد في المدرجات بيشجع، لان احنا في الاول والاخر احنا جمهور درجه ثالثه، احنا عشاق لهذا الكيان. بنخلص شغلنا وبنجري نقف نشجع النادي الاهلي في كل مكان. اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا وتغطيتنا الحصريه والمستمره. الاهلي بطل العرب لكره السله، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الفرحه في حد ذاتها جميله ان احنا يبقى في مكسب وفي بطوله دخلت النادي الاهلي، ولكن الفرحه الكبيره كمان ان ده اول لقب للنادي الاهلي كبطوله عربيه. طلعنا قبل كده فاينل اكتر من مره ولم نوفق، ويشاء الله سبحانه وتعالى بعد 20 سنه من 2001 اخر نهائي وصلناه في الامارات ضد الجزيره المصري، يشاء ربنا بعد 20 سنه على صاله برج العرب النادي الاهلي ياخد البطوله العربيه. كابتن سلعاوي اجل حضرتك، البطوله ليها مكاسب كتير جدا. والحقيقه مكاسب مش بس ان انت خدت كاس البطوله، ولكن مؤشرات لامور كتير. شايف حضرتك نفس اللي كان شايفينه ضيوفنا ولا راي حضرتك؟ انا عجبني جدا جدا اللقاءات اللي تمت في الملعب، طلعت منها بحاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان احنا الاهلي كسب البطوله بدون هزيمه، ده مؤشر جيد جدا جدا ان انت بعيد على الطريق. والقاهره كمان بدون هزيمه. لا يعني دي بطوله قاريه تعتبر برضه. تاني حاجه الكلمه اللي قالها سيف سمير، احنا جايين نكسب البطوله، دي نقله في عقليه لاعبي النادي الاهلي. بالرغم ان الاهلي كمرشحين ما كانش مرشح، بس احنا جايين نكسب، دي نقله في يعني الراجل قدر يستطاع ان هو يعمل نقله في اللعيبه دي، ان احنا جايين نكسب. احنا مش جايين نمثل، مش جايين نلعب مشرف، لا احنا جايين نكسب، اتحط على الطريق فدي عجبتني جدا الكلمه اللي قالها سيف. ثقافه الفوز. الراجل قدر ينقلها واستجابوا ليها اللعيبه. وبرضه احنا مش عايزين ننسى في طبعا جهاز اداري عمل مجهود، جهاز طبي عمل مجهود، الدعم اللامحدود من مجلس اداره من كابتن رؤوف، ف يعني كل دي مؤشرات بتؤدي الى النتيجه دي. وجود مدرب على مستوى عالي، المدرب قدر يعمل توليفه جيده جدا ما بين الكبار والصغيرين، واصبح في حاله غريبه في فرقه النادي الاهلي. تطلع المكسب، تغيير في الاداء والفكر. اهم حاجه زي ما الكابتن طاهر قال، التغيير في اعضاء مجلس الاداره كلهم. مجلس الاداره بالكامل يا جماعه على فكره كان النهارده موجود. فرحانين كلهم. وحاجه مهندس سراج، كابتن أديل، حتى الزميل العزيز كابتن اسامه حسني موجود في الملعب. يعني دكتور محمد شاوي خالد، دكتور محمد شاوي بالظبط، موجود كابتن عمري، موجود كابتن عمري، صحيح كابتن عمري اصلا طول البطوله كمان موجود، يعني كان شفناه امبارح كمان موجود. يعني قصدي اقول لكم ان بص يا كابتن درجه ثالثه، يعني هو مش عضو مجلس اداره يا كابتن سيد. ده اللي اتكلمنا فيه، ان دليل الاهتمام بتاع مجلس الاداره. الميزه عندنا في النادي الاهلي يا هيثم، وانت عارف يا كابتن هيثم، وانت عارف الكلام دوت، ان الناس بتبص على الفرقه اللي متعثره وعايزين يوقفوهم باي طريقه.
نعم. فكل مجلس الاداره بيشتغل على اساس الفرق المتعثره في النادي الاهلي تقف علشان تبقى على منصات التتويج، لان دوت فلسفتنا في النادي الاهلي. فطبعا ده مجهودهم وتعبهم وقراراتهم، فلازم يفرحوا بيها يعني. صحيح وجهه نظر. صحيح صحيح. وكان نفس الكلام قاله كابتن شريف ويمكن كابتن طاهر، انه هو يعني اي مدير فني يا كابتن هيثم هيخش داخل المنظومه بتاعه النادي الاهلي طبعا يعني هي ال 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 المجهود اللي بيحصل ورا الكواليس ده هو هيجي يحصد بقى النتيجه دي. احنا لو بنبص على الفرقه دي من سنتين هو تم تغييرها بشكل كبير جدا، يعني في اعضاء لعيبه انضمت للفريق من سنتين، شكل الفريق اتغير بشكل. برضه يا كابتن عايزين يعني ندي الامور برضه حقها، احنا طبعا كابتن اشرف توفيق المدير الفني السابق طبعا يعني طارق خيري، كابتن طارق خيري قبل منه طبعاً. يعني بنشيد بيهم وبدورهم ان هم برضه قدموا مجموعه من اللاعبين، في تعقدات حصلت اياميهم كانت ممتازه جدا. اكيد النادي الاهلي بيبقى منظومه، ده بيبني ورا ده بالظبط. كل ولاد الاهلي يا كابتن هيثم، كل ولاد الاهلي يعني الحمد لله ما حدش بيقدر يتاخر عليهم. بدايه كده من انا عايز اقول لك كل اللي موجودين هنا مسكوا درجه اولى، كابتن طاهر رجب، كابتن سلعاوي، كابتن سيد صابر، كلهم كانوا ماسكين مديرين فنيين، مديرين فنيين طبعا. كمل عليهم بقى كابتن سيد مصطفى، كابتن اشرف توفيق، كابتن طارق خيري طبعا، وكابتن خالد بخيت، وكابتن نبيل بخيت. انا اسماء يعني مش عايز انسى حد، انما كل ده لما تيجي توصل بقى للمحصله اللي احنا وصلنا ليها دي مصطفى. احنا طبعا يعني احنا من سنتين الفرقه دي بنغير في شكلها، الحمد لله الشكل بقى ابتدى كمان اللعيبه تستوي، ده اللي احنا بنقول عليه من كتر الماتشات، من كتر بقى. بس نقطة اللي قالها كابتن سلعاوي نقطة مهمة جدا، ان انا لازم اغير الفكر، ثقافة الفوز. ثقافة الفوز إن انا نازل من وانا في الفندق. طبعا ثقافة الفوز. ثقافة الفوز يعني ايه؟ انت بتحطهم دلوقتي على تراك الفوز او تراك المكسب. نعم. خلاص طبعا انك انت تحطهم على التراك دي مسألة صعبة جدا برضك يعني بتاع. يعني انا متهيألي ان اوجستي ابتدى يمشي في الطريق اللي ايه يبقى واللي مساعد يا كابتن طاهر. اعتقد يا كابتن هيثم ان اللي مساعد ان السكواد دلوقتي فيه كميه لعيبه كتير كويسه. يعني لو تذكرنا السنه اللي فاتت بدايه الموسم كان عندنا كميه اصابات وتعرضنا لكميه اصابات. صحيح. وفي نفس الوقت الكابتن اشرف كان بيحاول يطلع صغيرين ومش عارف يطلعهم، لكن السنه دي الحمد لله احنا بادئين من غير اصابات، ظروفنا احسن. السكواد او الفرقه بالتكمله بتاعت عدد اللاعبين الصغيرين الموجودين وطلعهم مديه دفعه كبيره قوي، ف ده مساعد اوجستي في ان هو يفرض سيطرته على اللعيبه. يعني انا في تايم اوت امبارح، في تايم اوت امبارح يا كابتن هيثم، انا سقفت لان هو قال لهم في التايم اوت انا عايز كورنر شوت، انا عايز شوطه من الكورنر. مشوا عمل البنتيشن لاختراق مايكل تومسون وراحت اللي في الكورنر، خد الثري بوينت بتاعته ما جاتش، عملنا ريباوند حطينا الباسكت. فده معنى ده الراجل عامل كنترول على فرقته كويس، واللي مساعده فيها ان السكواد كامل. طب كباتن عايز اخد رايكم في حاجه. احنا بعد ما شفنا تحكيم البطوله النهارده اجانب النهارده وامبارح، لا احنا بالفم المليان عندنا مشكله في التحكيم المصري. وللاسف انت انا بتكلم انا ما بعرفش اجي يمين وشمال ولا بتاع. التحكيم المصري للاسف تراجع في السنين الاخيره بشده، اللاعبين مستواهم بيتقدم عشان اللاعب اكل عيشه الباسكت وعايز ياخد ملايين. الحكم ما بيتطورش اداؤه، يعني بنشوف غلطات النهارده بتتصفر يا كابتن طاهر ويا كابتن شريف ويا كابتن سيد ويا كابتن سلعاوي، بتتصفر لا وتصفره، ما فيش مش باصص للسكور ايه ولا باصص مين فانيله ايه ولا ده مين ولا ده مين. في الوقت اللي في الدوري المصري وانا بقول بالفم المليان انا بشيم عليكم الحرج، لا اوقات كتيره بيبقى فيه صفارات بتبقى فيها تقدير مين هتتصفر ضد مين. لا احنا عندنا ازمه، ولازم لازم يا جماعه نشوف الازمه دي. لو مش هنقدر نحلها السنه دي لازم يستخدم حكام اجانب في الماتشات المهمه. يا كابتن سيد انا اسف ان بقول الكلام ده، بس ده لازم نواجه مشاكلنا. في مبدا انا اقول لك على نقطه واحده يا كابتن هيثم، بص عليها الماتشين اللي فاتوا بتاع النهارده وبتاع امبارح وبقيه ماتشات الدوري المصري. كام واحد واقف في البنج بيكاتش امبارح والنهارده؟ واحد. اتفرج بقى على الدوري المصري، البنج كله واقف بيتخانق، واقف بيكلم، ومدرب ساعات المدرب بيروح يتكلم مع ده، ومساعد المدرب بيروح يتكلم مع دوت. ده الفرق. العالم كله مفيش حد بيبقى واقف ومش مسموح لحد يقف غير المدير الفني. يعني قصدك ان سيطره الحكام في الحته دي يا كابتن؟ ما هو دي بدايه السيطره يا كابتن، اسيبك بقى من كل الاخطاء اللي بتحصل. تمام. لكن الف ب علشان اعرف ان الحكام مسيطرين على الملعب ولا لا، البنج شكله عامل ازاي؟ لان هو اللي ما بيسمح او ما بيسمحش.
دي النقطة. يعني احنا بس يعني يا كابتن ايسن احنا مش هنعمم الكلام ده على كل الحكام بتوعنا، احنا عندنا برضو في مجموعة من الحكام للأمانة بتدير المباريات واحنا بنبقى مطمنين اول ما بنشوفهم في الملعب، انما الأغلبية ممكن ينطبق شوية، لكن في مجموعة نقدر نقول ان لا يعني التحكيم عندنا نقول بخير شوية، بس باستثناء بعض الملاحظات اللي لازم ياخدوا بالهم جدا جدا. كابتن سيد احنا بنشوف مثلا النقطه اللي بيقولها كابتن سيد الهرجله اللي موجوده على البنجي وبنجي، ملاحظات فنيه صفار. يعني احنا النهارده شفنا ماتشين وثلاثة واربعة مفيش كومنت على صفاره غلط يا كابتن، الناحيات الناحيه الفنيه انت كابتن وعارف كبير، ممكن بصفاره اضيع مجهود السنه كلها طبعًا الفرقه طبعًا. وممكن بصفاره ادي الفرقه حقها لا يا جماعه. في حكام يا كابتن هيثم بتكاتشن في المباريات، يعني احنا مش يعني مبدا تعويض المباراه يعني 30 بوينت مش عارف بنشوف ده في المباريات يعني ده في حد ذاته يعني لو لعيب ناشئ هيقول ازاي دي ما اتحسبتش فاول وازاي اتصفرت عليا فاول وما اتصفرتش ليا فاول، وهي مهما كان السكور بعيد او مهما البتاع ده مبدا التعويض ده غلط جدا. بص يا كابتن احنا ما بنتكلمش على خاص، انا كلامي انا مش حضراتكم، انا كلامي المنظومه او السيستم بتاع التحكيم في مصر لازم واقفه، لازم واقفه، لان احنا كده هنضيع مجهود ناس ولازم نرتقي باللعبه. لا في دراسات مفروض تتعمل في انك انت برضك تبعتهم في بطولات كتير ويحتكوا وكلامها ويشوفوا دي مهمه جدا صحيح. دي مش طب انا عندي اقتراح شخصيه الحكم وعايز اسمع راي حضراتكم عليه. انا دلوقتي في كره القدم عملنا ما بيننا وبين الجزائر تقريبا عملنا اتفاقيه توامه، انا بعت حكامي هناك وهم يجوا يحكموا عندنا. يحكموا عندنا طيب دي حل. الحل الثاني ممكن اجيب حكم اجنبي واحد في النهائيات ويلف عليا في الماتشات الناس تتعلم منه، رايكم ايه في الافكار كان بيحصل ده زمان على فكره كان بيحصل كابتن محمود لما كنا بنلعب احنا كان بيبقى في حكم او حكمين اجانب بيلفوا على النهائيات. بص يا كابتن هيثم احنا عندنا حكام دوليين كتير جدا ما بيطلعوا بره بيبقوا صوره مشرفه جدا جدا للباسكتبول المصري في الدورات الافريقيه بالظبط كده، لكن جوه المنظومه هنا المشكله عندنا ان مش كل يعني هو المفروض التحكيم واحد القانون واحد الدراسات واحده، لكن بتيجي في ماتش بتلاقي ناس بتحكم بطريقه وفي ماتش ثانيه مش بتحكم بطريقه ثانيه، مفيش مسطره ثانيه صحيح. اللي بيواجهنا مثلا في فرق عندنا هنا بتلعب فيري اجريسيف وضرب 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 والحكم ما بتحسبش حاجه صح، اما يروح يلعبوا بره بتلاقي عندهم فاول ترابل لان الكلام ده مش قانوني صحيح فاهمني. فهي المشكله زي ما انت قلت احنا ما عندناش مسطره واحده للاداء محتاجين وده توجيه من الناس المسؤوله عن لجان الحكام. في حاجه مهمه جدا لازم نقولها برضك، ان انا بفترض تماما كل الحكام حسن طبعا 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 يا كابتن لا خالص مفيش توجيهات مفيش حاجات فنيه ممكن تفوت عليه اي بشر في الدنيا، انما دي الثقل والتدريب والدراسات والحاجات صحيح دي صحيح هي اللي بتسخل الحكم عشان يبقى اديله وبعد كده حاسبه اخطاءه تقل. مفيش حكم في الدنيا مش هيغلط. بص يا كابتن احنا ما ينفعش نبقى حاطين راسنا في الرمل لو مش هنواجه مشاكلنا، واحنا كاستوديوهات تحليليه نحط المشاكل الفنيه دي قدام كل المسؤولين وكل الناس عشان ده دورنا، انما مش هنطلع نقول الدنيا جميله. احنا شفنا النهارده الثلاث حكام اجانب بجد متعونا امبارح والنهارده حاجه النهارده متعونا واحنا كلهم ثقه كابتن هيثم بيحكم بكل ثقه. احنا قلنا ان التحكيم جيد جدا بالنسبه لماتش امبارح بالنسبه لماتش النهارده، التحكيم عنصر من عناصر اللعبه زي ما احنا بنرتقي بمستوى المدربين بدورات تثقيفيه وزي ما بنرتقي بمستوى اللعيبه بمدربين اجانب على مستوى عالي، لازم ان يكون هناك في دورات ثقل للمدربين للحكام ويكون في توأمه زي ما انت قلت بدايه الكلام ان مش انا اروح احكم في تونس يجي يحكم هنا، وده دول الخليج معظمها فيها تبادل الخبرات، بدليل انت لما بتروح زي ما كابتن سيد قال بتروح الدورات الافريقيه الحكام المصريين شرف ولاد يعني سيدات ورجال يعني هو في حاجه كمان احنا النهارده اما الانديه الكبيره في مصر دلوقتي ابتدت تستعين بمدربين اجانب، ده كان من الانديه بتعمله ليه؟ عشان رفع مستوى التدريب وعايزين نطلع الباسكت فوق صح فاهمني؟ طب ليه ما نستعينش بحكام اجانب؟ يبقى في حكم اجنبي ومعاه اثنين مصريين او حكمين اجنبيين وواحد مصري طب ايه رايك يا كابتن؟ يبقى رئيس لجنه الحكام مدرب زي يجي خبير تحكيمي يعلمنا ويعلم الناس، انه مش عيب يا كابتن زي ما بيجي هيد كوتش للمنتخبات هو صح. يا كابتن هيثم انا بقول لك احنا حكامنا بره بيأدوا زي ما الكابتن سرعاوي قال بيأدوا بصوره مشرفه جدا 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 ولاده ليه بقى نتكلم في الظروف المحيطه بقى بتخليهم هم اللي كده
ولا الضغوط اللي عليهم هنا اللي بتخليهم يتغيروا؟ ما ده السؤال بقى. طب كابتن عشان الوقت هنا قرب يعدي، انا عايز اسمع كلمه اخيره في الليله الحلوه دي والجميله من لا احنا مش عايزين نروح. لا انا والله انا مش عايز اروح والله، ليله جميله والشتاء حلو والدنيا جميله، بس ايه احنا غصب عنا الوقت. يعني كابتن سلعاوي ابتدي بيك كلمه اخيره في ختام استوديو بتاعنا. احنا طبعا الف مبروك للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب وجميع الاعضاء، وكمان للكابتن رؤوف احنا بنبارك له على حسن الاختيار بالنسبه لكل شيء بالنسبه للباسكت وحتى الطريق. احنا بس عايزين نقول حاجه قبل ما ننسى، عايزين نقول ان البطوله دي نجاحها هو نجاح لمصر تنظيميا، حتى ما نقدر عشان ما نقدرش برضو نبعد عن، لا مصر قادره على تنظيم اي محفل دولي بالطريقه اللي تليق باسم مصر، وكانت بصراحه حاجه مفخره لينا التنظيم على كل حاجه والاستقبال والضيافه وكل حاجه كانت على فدي حاجه برضو احنا مش عايزين. النادي الاهلي اتحط على طريقه ان شاء الله، بالدفع اللي موجودين فيها دي تبقى ان شاء الله البطولات جايه باذن الله ان شاء الله. كابتن طاهر سريعا كده كابتن كلمه اخيره. طبعا تاكيدا على كلام الكابتن سلعاوي ان فعلا كانت بطوله جميله، واحلى ما فيها ان الاهلي توج بطلا لهذه البطوله لاول مره في البطولات العربيه. وطبعا انا عندي احساس كمان ان في تغيير في ثقافه الفرقه من ناحيه الفوز ومن ناحيه، وبعدين لو كمان حته صغيره ان في ثلاث ماتشات ورا بعض ما تحسش ان الفريق وقع بدنيا او بتاع ده، وده نتيجه برضك الروتيشن وال توزيع الاحمال على اللعيبه كلها والاستعانه بالناشئين اللي هم طبعا بيبقوا باور الباور هم دول القوه والدفعه. صحيح كابتن سيد، يعني كلمه اخيره قبل ما نختم لقاءنا. احنا نسينا اثنين مهمين جدا ما باركنا لهمش، طبعا احنا باركنا كل الناس، لكن انا عايز ابارك بتهنئه خاصه لطارق الغنام. طارق الغنام عامل لود مع بطوله عليه لود عالي جدا جدا، والراجل متفاني في عمله، وهو زي ما كان نجم وهو بيلعب هو نجم في كمدير اداري، فانا ببارك له مجهودك يا طارق، وببارك لاحمد الجرحي. نعم. احمد الجرحي موهبه شابه في التدريب، وانا بقول يعني خلاص احنا جيلنا كبر واللي طالع بقى دلوقتي ان شاء الله احمد الجرحي ورامي الدياسطي تتعلموا واستفيدوا من الراجل الموجود ده لان هم اللي هيشيلونا بعد كده. كابتن بشكرك. كابتن شريف. طبعا بنبارك لكل الاهلاويه، مجلس إدارة بقى، نشاط رياضي، لعيبة، جهاز فني، جهاز إداري. وبس مهم جدا جدا لازم نبقى عارفين إن دي بطولة مهمة ولازم هيتحملوا مسؤولية بعديها. إحنا من سنتين ما بنكسبش، دخلنا في كسبنا منطقة، دخلنا في بطولة كبيرة، يعني طبعا دلوقتي بقت الأمال بالنسبة لنا إحنا كجهاز وكلعيبة وكمتفرجين الموضوع بقى كبير. لا إحنا أنتوا أول بطولة دخلتوها كبيرة خدتوها، بطولة الحمد لله تحملكم مسؤولية، ودي إحنا خلاص فرحنا بالبطولة. عندنا بقى هدف في البطولات المحلية، عندنا دوري سوبر ودوري مرتبط ودوري الكاس مصر، إن شاء الله عندنا محتاجين أكبر عدد بطولات إن شاء الله الله وربنا يكرمك. الوصول طبعا الوصول، يعني احنا وصلنا للقمه المحافظه بقى. صحيح. اهم صحيح. حاجه كابتن شريف بشكرك. انا بشكرك، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. كابتن سيد انا بشكرك، استمتعت معاك يا كابتن هيثم. لا تشرف لينا، بنستمتع بيك دايما يا كابتن هيثم. لا استمتعت بيكم. كابتن سلعاوي بشكرك شكرا جزيلا. مذيع متالق كابتن صغير يا كابتن. كابتن طاهر بشكرك، نورتني وشرفتني. احنا بنحب جدا ان احنا نبقى في ضيافتك. نورت وشرفت يا كابتن، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان يومنا النهارده، ويوم وليله ولا الف ليله. الحمد لله ربنا كرمنا بالبطوله والاداء والبطوله، المنظر مشرف، ربنا يكرمنا فيما هو قادم. وخليني يعني في النهايه طبعا بشكر كل اللي ساهم في هذا اليوم او ساعدنا ان احنا يعني نبقى بالشكل ده على قناه النادي الاهلي، بدايه من اداره النادي الاهلي وكمان اداره القناه، وفقنا ان شاء الله او حاولنا نكون موفقين قدام حضراتكم. طيب خلينا نطلع نهايه الاستوديو، شكرا جزيلا بشكركم، ولكن المفاجآت مستمره. خط أحمر بعدين إن شاء الله ومزيد من اللقاءات. شكرا جزيلا.